زلف لوان، السلام عليكم. فيديو تاع اليوم هي تطبيرة رائعة، نتمنى نفيدكم بها. ألا وهي ديروا بنفسكم في الدار صابون ليكيد او بيان جيل دوش، كما نقولوا صابون السائل، او بيان مرطب للاستحمام بمواد جد بسيطة متوفرة في كل بيت، اكيد اكيد يعجبكم. المكونات سهلة وبسيطة، عندي طرف الصابون وزن 100 غرام، يعني اللي تحبوه، الاسونسيال يكون مرطب وتكون عنده رائحة مليحة. هكذا طرف، الحاجة الأولى اللي نديروها يعني فالغابي، حتى تولي دي بتي بو، سا سيغا ريان تستخدمو السكين. صدقوني النتيجة مضمونة 100%. توليو تحضروه كل مرة، هو منعش وعنده رائحة ما شاء الله. هاوليك بعد ما كملت بهذا الشكل، المرحلة الموالية تحضروا كأس، هكذا كأس شاي صغير مع وعاء. أخواتي هنا ضروري يكون من الزجاج، فرغوا الصابون تاعكم الداخل، مع الماء بدرجة الغليان حوالي 600 مليلتر. هنا عندي لودغوز أو ماء الورد، عمرو هذا كاس، هذا الكاس صغير، ضيفوه للخليط. هنا عندي عسل طبيعي، عسل حر. هنا كي درجة الحرارة خليته في منطقة باردة، يعني خذ لي هذا لافوم عقد لي شوية. كما ممكن تستغناو عنه إلى ما كانش موجود، مباشرة بدأو بالخلط. هنا ضروري تحركو جيدا هكذا يذوب كامل السكر. هنا كما راكو تلاحظو في بداية الخلط بدا يرغون او الموس، ما تتوقفوش حتى تتاكدوا ان الصابون ذاب تماما. يعني درنا طرف صابون 100 غرام مع كاس صغير كاس شاي ماء الورد او بيان لو دغوس، 600 مليلتر من الماء، مغرفة صغيرة عسل طبيعي، يعني يمكن تستغنوا عنه إلى ما عندكمش، ولكن إذا كان متوفر ضيفوه. شوف القوام، هنا مازالو سخون، رائحة يتخرج منه روعة. يعني ندير لكم ديمونستراسيون في آخر الفيديو، الحين نجربو معكم. هنا اقتنوا اي قنينة، هذا تاع صابون تاع فيسيل، ليكيد فيسيل غسلتها، او اي قرارة عندكم تاع الجل دوش ولا تاع الشامبوان. بداو تفرغوا المحتوى الداخل، هنا نورمالمون تخليوه يبرد، انا كم حبيت نوري لكم مازالو سخون شوية. تحصلوا حوالي على حوالي لتر تاع جل دوش وبيا صابون ليكيد. هاولك ضعي هكذا ان روبون تور دو تاع القرعه، هكذا يبان لك ان بو شباب ان بو ديكور برك. شوفوا
دوك نحلصل دابا ونغسل يدي به وتشوفوا. انا ما يخطينيش صراحه وحبيت نفيدكم بالفكره. يستعملوه كاع عائلتي، يعني توفري. شوفوا كيفاش راه يراهون الى موسي، درت غير شويه، النتيجه روعه. تحسي بيديك يعني فريمون نقيين. جربيه وكتبي لي في التعاليق في ان كومونتير، خلي لي ان كومونتير الى صدق معك. الى عجبتكم الفكره نتمنى تخلو لي ان جيم. كوكو دعوه الخير برك. سي فريمون بيان. انا بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر في تطبيقه اخرى ان شاء الله.